السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو دي تارتلات لو سيترون. دونك لهاد الوصفه نحتاجو اولا لاباط نتاع لي تارتلات اللي باش نديرو بهم لاباط سابلي. دونك هنا درت 200 غرام تاع فرينه، 100 غرام سكر ناعم، رشه ملح، ونزيد بيضه، و100 غرام زبده. سيتو. دونك ندير الفرينه، رشه ملح والسكر، غادي ندير الزبده هي الاولى بحراره الغرفه، ونعاود ندير البيضه. دونك نخدم الزبده مع الفرينه والسكر، صابلي مليح، من بعد نضيف البيضه، نزيد البيضه ونخليها تريح لمدة 4 ساعة. نديرها في الفريغو ولا في مكان يعني بارد، ومن بعد نعاود نشكلوها في ليمول. انا اخترت هادو، سي دي فري ميني تارتلات، استادير صغار. فوالا، دونك نكمل نخدم بالدهان، ونعاود ندير البيضة ونرجع. دونك فوالا لاباط تاعنا طميتها، دروك غادي نغطيها ونخليها ترتاح في الثلاجه، ولا قلت لكم في مكان بارد لمده 4 ساعة. بالنسبه للكريم غادي نوجد كريم باتيسير، كريم او سيترون باردون. دونك هنا درت كاس تاع سكر، درت مبشور تاع الليمون، 3 معالق تاع المايزينا، وغادي ندير غير نص كاس تاع جو دو سيترون باسكو راني ماشي نخدم غير نص تاع لاباط. ندير حبه بيض، دونك نخلط هاد المكونات مع الحبه تاع البيض. نديرهم فوق النار حتى ما يولي عندي تولي عندي كريم عاقده، بعديها نزيد لها زوج معالق تاع الزبده وتكون عندي لا كريم. واش نخليها تريح بيان سور، كي نجبدها نعاون ميكسيها باش تولي لا تيكستور تاعها مليحه، ونعمرها في لي تارتلات. دونك لا كريم تاعي راني نحرك فيها، تحب تقعدوا توجور تحركوا فيها باش ما تلصقش حتى تبدا تعقد. كي تشوفوها عقدت تماما دوك نوريكم كيفاش. نحيوها من النار وتزيدوا لها زوج معالق تاع الدهان. انا هنا زدت بيضه باسكو غلطت في المقادير، راني مش ندير قلت غير نص، لكن في الاول كنت درت ديجا كاس سكر وثلاثه مايزينا، دونك حبه بيض ما تكفيش، درت زوج. دونك نكملهم كامل هكذا، ونعاود نردهم للفريجيدار 20 مينوت حتى نص ساعه، ومن بعد عاد نديرهم يطيبوا. فوالا لي بني تارتلات تاعي، دونك غادي ندخلهم للفريجيدار لمده 4 ساعات 20 دقيقه، ومن بعد نديرهم في الفرن باش يطيبوا.